متابعي قناة الجزيرة وأن وسهلا بكم دائما في موعد النشرة الجوية إذا النشرة الجوية والوضعية المرتقبة لصبيحة الغد بحول الله على المناطق الشمالية إذا سماء صافية على المناطق الغربية والوسطى تبقى السماء ملبدة إلى موقعية مع على السواحل الشرقية من جهة ججل وعنابة وننتظر بعد الأمطار مع صبيحة أقول على ججل وخاصة أيضا على قسنطينة وتكون أيضا رعود مع صبيحة على منطقة الجزائر العاصمة وضع وحيدا رعود منعزله في الموعد تبقى اسمها صافيه على كل جنوب الكبير بعد حابات من جهه بن عباس بالبلد تكون بدون فعاليه، اما بالنسبه لدرجات الحراره الدنيا المرتقبه لصبيحه الغد بحول الله، اذا تبقى درجه صفر على كل مدن الاوراس، درجتين من جهه الهضاب العليا على الجلفه تيارات حتى على البيض مشريه ونعمة ثلاث على تلمسان، اربعه على قسنطينه، خمسه على تيزي وزو على البويره، سبع درجات على شلوف معسكر وغيزان، سجلوا ثمانيه في العاصمه في بومرداس وحتى على تيبازات على عنابة وكذلك على وهران وعلى غردايز الفنوبريا 11 من على ابواب الصحراء من جهه الصبره ومنطقه الواحات 18 في وسط الصحراء العين صالح تيميون وانا كورس 17 في أدرار وركان 14 درجه على اليزي على بني عباس 13 في تندوف 12 في تمن 15 في جنات وايضا 15 في اقصى الجنوب الجزائريه اما بالنسبه للوضعيه الجويه المرتقبه لظاهره الغد بحول الله إذن تبقى سما صافيه على المناطق الغربيه ملبده على المناطق الداخليه الوسطى وكذا الساحليه الوسطى. وعلى المناطق الشرقية إذا ننتظر أيضا بعد الأمطار الخفيفة من جهة عنابة وحتى على باتنا أيضا أمطار خفيفة محليا وأيضا رعود منعزل على تيزي على شلف وحتى على الجزء العاصمة على بومرداس وعلى تيبازا على المناطق الجنوبية أيضا سما صافية تقعد دائما زوابر مليار الصحراء الوسطى بفعل الرياح دائما اللي تكون قوية محليا وأيضا بعد الرياح راح تكون من جهة بني عباس ومن جهة جانت يؤدي إلى تطاير الرمال على هذه المناطق. جزء مشاهدين أيضاً درجات الحرارة القصوى قبل الغد بحول الله اذا 13 الى 14 درجه على الهطاب العليا 14 ايضا من جهه قسنطينه وتيزي وزو 16 درجه على العاصمه نسجلو 17 درجة على عنابة على كل سواحل الشرقية 15 على تلمسان 19 على شلوف معسكر وغليزان توصل 20 درجة في وهران على أبواب الصحراء 22 24 25 درجة 31 في وسط الصحراء وأيضا في تندو 27 في بن عباس واتا بالبلد توصل 34 درجة على إلزي وعين أمينة 37 في أقصى الجنوب أيضا 32 على صحراء التنزروف و 26 على مرتفعات الهجر والتاسيلي أما بالنسبة للملاحة والصيد البحري إذا البحر لنهر الغد بحول الله محن راح يكون قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي سرعه الرياح راح تروح من بين 20 حتى 25 كيلومتر في الساعه هذه الرياح عموما راح تكون غربيه الى جنوبيه غربيه على سواحل الجزائريه نخصمها كالعاده مشاهدينا اذا بالمعلومات الفلكيه لنهار الغد بحول الله الخميس 11 وتسعة 2019 اذا شروق ولا غروب على العاصمه وضواحيها شكرا على حسن الاصغاء والمتابعه والى اللقاء